ميز على شي حد ولا راني عندي شي خبر. انا بحالي بحالكم كنتبع المكتب المديري جالس كيدير كل ما في الجهد ديالو باش انه يبقى الاستقرار لا التقني ولا ما تنساش ماشي غير الاستقرار التقني ولا اللعابه. خصنا اللعابه المهمين اللي غنلعبوا بهم عاد خصنا نزيدو نعزوهم باللعابه اللي غادي يلعبوا العام الجاي، لان راه باش تلعب في البطوله الافريقيه خصك لعابه من المستوى ديال البطوله ديال الشامبيونز ليغ. فلحد الساعه نقدر نقول لك لحد الساعه كل شيء تعتبر لي انا اشاعه. انا ما حد ما ترسمات من عند المكتب المديري بانه راه المدرب مشى كاين حتى شي حاجه. حنا الان نقدر ناكد لك اللي نقدر ناكد لك وهو جميع المنخرطين وكنظن حتى الجمهور كل شيء يعني لحمه واحده، كل شيء يعني تيكتف الجهود ديالو باش يبقى عندنا الاستقرار الاداري لانه مهم، يعني الاستقرار ديال المكتب ويكون عندنا الا مشى زين باور ضروري غادي نجيبو، ما غاديش نبقاو حنا مربعين يدينا. وخصنا التعزيز ديال التركيبه البشريه ديال الفريق باش نقدروا ننافسوا على هذا البطل الغالي ونجيبوا لهذا الجمهور، لان هذا الجمهور الرجاوي كيستاهل هذا البطوله.